لأنه صار لي زمان ما شفته، صار لي أسبوع. بالنسبة إلي ما في مشكلة أبداً بالمفاوضات. نحن كتبنا الكتاب ضد جنيف وحطينا شروط عالية السقف كشارب، بس ما في مشكلة أبداً. حتى أي شيء بيطلع من المفاوضات، أي شيء بيطلع بيكون خطوة، وخطوة متقدمة بتقدمنا شوي، ما راح أكيد يرجعنا لورا. وبالأخير نحن كشارب موجودين في الشارب، لما ما بتعجبنا المفاوضات موجودين، لساتنا عم نظار، لساتنا عم نرفض، ولساتنا عم نرفض، لساتنا شغالين في ثورتنا. فسواء ما هو سواء ابدا، بس انه اي شيء بيطلع من جنيف من المفاوضات، سواء كان انه حكومه انتقاليه بدون بشار الاسد، او سواء حكومه انتقاليه مع بشار الاسد منزوع الصلاحيات، بيكون خطوه ما راح تاثر علينا نحن كشارع، راح نكفي نحن كفيل.